يعني كي تقول لي راهو حسيت ببنياتي وصغيراتي ساعتها. عارف انت من الاول باش تلقى روحك وحدك، عارف من الاول من اول نهار هبطت فيها سيكونس فيديو، عارف روحك باش تلقى روحك وحدك. تعرف اللي انت ا ديستونس وفما فتاة الحكومه الظل تكشف عليه يكشف عليها التاريخ نهار اخر، اما عارف اللي انت باش تلقى روحك معرض لتهديد كسوسوا شخصي كسوسوا على عائلتك. انا رجعت حساباتي، رجعت انا تكلمت علما، اني في الفتره اللي تكلمت فيها وهبط فيها لاشرطة هذكية اللي كانت معناها ثوريه ومعناها وتهديديه واحد وكذا، معناها انا في الفتره هذكية معناها كنت ستريسي علما، فهمتني؟ كنت ستريسي وتكلمت وسكرت البيرو على روحي في العراق وسبيت وقلت وعملت واحد وكذا. تبقينا انا وقت رجعت روحي حتى بعد الاشرطه هذكية، فهمتني؟ قلت انا نورمالمون من تصرفش بالطريقه هذه، وهذا انا رجعت روحي وحسيت حتى بذنب تجاه نفسي في الشيء هذا. اما قلت لك برشا عوامل اللي هي الوالده نتاعي، مرتي الاجنبيه اللي عايشه في تونس، بنياتي الصغار، الشعب اللي يقول لك مش نخرج ومش نعمل واحد وكذا. ونعطيك مثال بسيط، وقتها هبطت نهار 12 شهر الشهر هذا ما نلقاش حتى في المطار، معناها الناس، معناها اني لاني طبيعتي زوالي وغير على زوالي ونتكلم على زوالي ومش نتكلم على زوالي ان شاء الله في السنين القادمه بحول الله. اما ما قيتش قيت معناها وقت انا قلت حتى قلت كلام كبير، ومعناها فهمتني في الشعب التونسي اللي قلت معناها اكثر من 80 في الشعب التونسي كذا كذا، فهمتني؟ وانا واحد منهم راهو، فهمت ولا لا؟ طلع لي بالمكشوف انا ناس معناها فهمتني، ناس معناها قاعدة في الديار يتبع لي معناها في الفهم يفهم ويتبعوا في كذا وفي المسلسلات الرمضانية ويرنشوا في القلوب ويحلوا في العلوم مع نساهم ويقول لك عملنا ثورة. أنا رجع لي شاهد العقل ورجعت أنا الثورة قلت لك جاتنا معناها فهمتني هيبة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه مش وحط أنت في موقعي أنا. قلت لك أنا زوز عيات لو واحد حل الباب على صغيراتي وتخلع لهم، كنت انت تولى تعمل معايا في الروبورتاج وتجيب لي قفه ولا مشتقفه معايا؟ تي لو صار لي حاجه، الله لا يقدر، سواء دخلت الحبس ولا الله لا يقدر معناها استشهد، تي بعد 3 شهور جيراني واصحابي والتوانسه كلهم يدوا يبزنسوا في الامراه نتاعك نتاعي، لما يولي يقولوا لها راجلك الله يرحمه توفى، الله يرحمه وينعمه وانت برا صغيره وتلهي بروحك. وكل الملايكات هذا كوما، سواء أنا نحكي لأني حسيت ونحس وقلت لك قلت حوما عربي ونعرف وبزنس تقبل وهذا شرف لي أنا عشت يعني فما ظروف خاصة، ظروف صعيبة. كنت ستريسي. ستريسي. شنو هو الستريس؟ فاكتور الستريس. استريس وقت ريت معناها فهمتني ريت ال 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 الإله الله محمد رسول الله السيدة العقربي، فهمتني؟ خرجت وبعدك يطلع لك وزير العدل يقول لك معناها اللي هي نعرفوها البراد روا، خلينا نتكلم يا ربي، واللي هي نعرفوها البراد روا نتاع ليلى الحجامه، ليلى مش نقول فمي سامحوني في الكلمه تحبني نتكلم روح على المباشر، الحاجه ليلى، الحاجه ليلى اللي حل سقاه وتروت للمشي والجاي، فهمتني؟ هي عادي انا نتكلم هذا كي هو، فهمت؟ كي سقير ما تحبوني استدعيتوني سقير كما هو هكاي هو هذا كي كلامي، فهمتني؟ اسمعني وقت ريت اللي هي البراد روا السيدة العقربي نتاع ليلى طرابلسي تخرج وتغادر تراب الجمهورية، وهنا مانيش مش نلوم الزملاء اللي في وزارة الداخلية أو في المطار، لأنه هذوما مش خدمتهم هما، خدمة وزير العدل اللي تقاعس باش يهبط فيها معناها برقية كذا كذا كذا. خاصة شدوها من الأول في المطار كانت باش حاولت باش تهرب، شدوها وعاودت هربت. وبعدك شي طلع لي توكاري بريء ومحمد الزواري عبد الرحيم الزواري زاد معناها عدم سماع الدعوة، عماد طرابلسي عامين فهمت من اجل الاستهلاك واللي هو يدخل فيها بطوات، السورياتي القضيه الاولى والثانيه فهمت عدم سماع الدعوه وتشوف شنو مش ينظر القضاء معناها في القضايا لوحده كذا، اترشقت وتكلمت وقلت مش نعمل وش نعمل مش نعمل، اما مش عبد الرحمن اني تكلمت اصلا على خطر الشعب التونسي، اني زوالي وتكلمت على خطر الشعب، تتصور انا مش نجيب سلاح ومش نحرق الشعب، انا حتى كي قلت مش نجيب سلاح ومش نعمل انت مش تجيب وريته باه إيه؟ يعني عندك ما دام عندي مش نجيبه، هذا وريته هاني وريته في العراق، انا قلت مش نجيبه، اما قلت لك حبيت نضغط على حكومه الظل. وش قلت؟ واذا ترجع لكلامي قلت يعني انا نطلب من الساده حكام التحقيق والساده وكالات الجمهوريه الشرفاء ما
معناها انهم يشوفون ثغره في القانون وفي الدستور وانا مستعد للتحرك. انا قلت باذن من السادة حكام التحقيق الشرفاء وباذن من السادة وكيل الجمهورية. يعني ساعتها كنت تصور اللي فما وكيل جمهورية ولا قاضي اللي هو كيف كيف يعني يجي يقول يبعث لك بقية يقول لك والله لقيت ثغرة اللي تنجم تختال بها رئيس الوزراء. لا مش لي انا. قلت انا قلت مش لي انا وحدي فهمتني ولا لا ولا ثغرة فهمتني. انت 6000 من المتطوعين. انا لا انا طلبت وقت طالبت من الاول طلبت بحكومة مؤقتة اللي هي مش حكومة السبسي، طلبت بحكومة أخرى مؤقتة معناها تتنصب في بلاست حكومة السبسي اللي هي تتولى معناها إدارة البلاد في الفترة هذاكية. نهارتها تفضل مريم. سي عبد الرحمن عندك سؤال في نفس الإطار. في نفس الإطار. بالله بعد إذنك نتصوروا وإحنا في البريود اللي قبل 17 جوان واللي أنت طلبت باش بتغيير باش قاعد السبسي ولا نقولوا الوخر بك شوية أكثر في البريود ما بين قصبة 1 وقصبة 2 وتغيير الحكومة ورحيل الغنوشي رئيس الوزراء القديم. جاءوا سألوك وقالوا لك شكون ترى من أنجع ومن الأحسن اللي نجم يقود حكومة تصريف أعمال وعنده من الحنكة ومن التجربة ساعتها أنا ذاك في تونس اللي نجم يوصل تونس لبال الأمان اللي هو الانتخابات الشفافة والديمقراطية. أنت حطيت روحك ساتلمون في بلاست كل تونسي كل مواطن تونسي عايش في وسط البلاد يقول شكون ياخر شنو نحطوه شكون شنو نحطوه بالشرعية خاطر ما نجموش نعملوا ساعتها انتخابات ويلزمنا نحطوا رئيس حكومة مؤقت تصريف أعمال. انا الشرعيه في الفتره اللي تعرف اللي انت سامحني يعني الوزير الاول ولا رئيس يكون على الاقل عنده خبره قياديه بالسابق وقياديه سياسيه يعني رئيس نجم نحطوا رئيس دوله مؤقت ما نجموش نحطوا الراجل عمره من بلاد سابي بلاد. فما في الفتره هذيكيه فما ناس حتى من عهد الحبيب الغيب الله يرحمه فما ناس عندهم خبره سياسيه كبيره اما ما نقدرش نقول لك زيد ولا عمر لاني نحب نحتفي مثلا احمد المسيري مثلا في 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 قناه خاصه تعديت اللي تعديت فيها انت زاده جابوا شخصيه ما نحبش نذكرها شخصيه قديمه كانت في الاتحاد الشغل وكان في كان وزير الفلاحه وبعد خرج الاتحاد العربي للشغل وقال اللي عرضوا على شخصيه قديمه بحضوره وحضور برشا ناس ودخل سي باكوش في الحكايه وتفرشكت وتمشكت وتعطات لحد اخر هذا كلام يوسف السيد في قناه خاصه. الموضوع تابعته قلت لك يعني قلت لك معناها من عهد هروب المخلوع اني فما حكومه ظل ولا زايد ولا عمر كان يتصرف لا السبسي ولا غير السبسي ولا المبزة تو كي تقول لي انت بالدستور مبزة رئيس الجمهورية. انا عندي كل انسان قلز منصب في عهد بن علي عندي انا فاسد وكانت الحكومة المؤقتة اللي هي حكومة السبسي زادة كانت معناها كان يمارسوا عليها في ضغط ارهاب ثاني ولا معناها ارهاب فوق الارهاب معناها كل انسان مارس واخذي منصب في حكومة السبسي عندي إيانا معناها فاسد. أما كانت فما ناس شرفاء كانت مستعدة وأبدت استعداداتها أن يدير البلاد في الفترة هذكية وكما قلت أنت معنا تبعنا البرنامج وحتى أنا تبعته معناها مع الناس كل مع السادة المشاهدين والمستمعين وشوفنا الصاير البلاد أنت التوى مشي حكومة لا النهضة ولا المؤتمر من أجل الجمهورية يدير في البلاد التوى حكومة الظل اللي حكي عليها فرحات الراجحي اللي توى تحاول باش تضرب النهضة اللي تحاول توى باش تضرب النهضة بأي طريق. وهنا على المباشر نحب أن نوجه بنداء للأحزاب السياسية اللي تجري وراء المناصب ومش نقول لهم مباشرة إذا فعلا تحب توصل للمنصب سيادي وتحب حزبك ينجح في البلاد هذية إلا الدين إلا الإسلام والدين ما تدخلش معاه ما تلعبش معاه. ونعطيك مثل إجا الواحد حتى سكران تلقاه معنا سكران ومتكيف زطلة وخليقة وكذا أكثر عبيد رأي خفوه إجبدلو وهو سكران وهو سكران إجبدلو على الله سبحانه وتعالى ولا على سيدنا محمد وعلى القرآن يصحى
إذا أي حزب يحب ينجح في تونس يبعد عن الإسلام ويبعد عن الدين، لأنه هذا كي خط أحمر مهما كانت صيفته. سي عبد الرحمن، نرجو لتضارب الأقوال والتراجع عن المواقف ومراجعتك لحساباتك هذوك والستريس هذيك يأكد صدقية المعلومات المروجة الآن أنك رجل مضطرب نفسانيا في حاجة إلى المعالجة. وهل أنه صحيح ما روج في بعض وسائل الإعلام أنه حاكم التحقيق أحالك على 3 أطباء نفسانيين ليتحقق من سلامة مداركك العقلية، لا سيما أنك تعرضت من قبل إلى هزات نفسية تمت على إثرها إحالتك على إحدى المعالجات النفسية أو المصحات النفسية في بريطانيا؟ لا إله الله محمد رسول الله. مش نقول لك كلمتين خفاف نضاف ويسمعوها السادة المستمعين على المباشر من عبد الرحمن سجير. إذا الهبال رجعني لصغيراتي ولمني بعائلتي وفرحني بصغيراتي، يا سيدي راني مهبول. الهبال يا سيدي راني مهبول، أسمعها على المباشر، وإن شاء الله الناس الكل تكون مهبولة في تونس مثل عبد الرحمن سجير. وباش نقصوا هالملف هذا يا سيادي أسمعها على المباشر، راني مهبول. لا لا، كنت مهبول يعمل فيديو كيكا يعني تونس. عبد الرحمن انتي شنو نعملوا عاد؟ هو شنو الحل معكم؟ اعطيونا شنو الحل معكم؟ لا هو مصدرش على اساس اللي احنا كل شيء كل اضطراب نفسي نردوه سيد عبد مهبول. وقتلي هو الهبال عنده حكمته وعنده صلاته، يعني ما هوش هبال ما يكون اللي انت الحالات اللي تعديت بهم وعادي جدا. يعني زرت العراق بلاد فيها حرب ومآسي، افغانستان كذلك، عشت في قصر في ميليشيا، يعني في وسط عبادي ميليشيا تحكم في البلاد، يعني هذه حالة عادية من الاضطراب النفسي والتعب والإرهاق اللي يجين بعد. السؤال هو فما طريقتين، يا وكيل الجمهورية قال سيد هذا باش نتاكدوا منه، خاطر فما كلمه هكا وكلمه هكا نعديه ميساج ما في حتى عيب نعديه على طبيب نفسي باش يقول الناس كو سيد ستريسي ولا. وفما كي يبدا فما الريس كما الفصل اللي حكيت عليه اللي هو ما قالوا لطف وبعيد الشر ولا تشوفون هذا الاعدام، يجي المحامي نتاعك ولا المحامي نتاعك مكلفين بالقضيه يردوا السي عبد الرحمن بن سوقين متضارب الاقوال باش يهرب باش يمنع من الحكم الاعدام. وفماشي ما يقلل من الحكم عليك شوية، يعني ما قلناش مهبول، عفوا الموضوع هذا باش نخدمو في كلمتين فهمتني. الموضوع هذا ما نقدرش نجاوبكم عليه، اما نقدر نعطيكم رقم المحامي نتاعي الشخصي ويقدر هو ويقدر هو يعطيك المعلومات هذه. اما قلت لك شرف ليا اذا ان شاء الله اذا دفعت على الثوره ونجحت الانتخابات والحكومه، وإن شاء الله قلت لك ديما مش نقول عبد الرحمن سجير كما نقوله نجح، أنا مانيش بطل قومي وحدي راهو، يعني إن شاء الله نكون نتمنى نكون واحد ساهمت فيها فهمتني. إن شاء الله الناس الكل يكونوا مهبلة كما عبد الرحمن سجير، وإن شاء الله الناس الكل يكونوا خدموا في الاتحاد الأوروبي ويكونوا مهبلة كما عبد الرحمن سجير، وإن شاء الله الناس الكل تكون تخدم مع الأمم المتحدة وتخدم في العراق ويكونوا كل مهبلة كما عبد الرحمن سجير. ونعيدها لك مرة أخرى وللمرة الأخيرة، إذا الهبال مش يلمني بصغيراتي ومش نحضن أميمتي ونزور قبر الوالد متاعي ونحضن مريتي ويفرحني بصغيراتي، هاني نقول لكم على المباشر عبد الرحمن سجير مهبول. بس عبد الرحمن نرجو الموضوع على الفيسبوك والفيديوهات اللي انت عملتهم، هل دعوة الناس الى حمل السلاح عبر الفيسبوك يعتبر طريقة من طرق الديمقراطية الجديدة؟ اي زيناش مسلاح للي يجيوني طوع المباشر ترسلي قبل ليه انا تقلمتهم انا نفهمش سلاح علما راهو علما راهني انا قلت 5 برقيات تفتيش وخمسة قضايا اما وقت رجعت المحضر طلعوا 13 قضية ان شاء الله ما تصلش 14. لا قلت لك اختي بإيجاز باش نجاوبك على السؤال هذايا، انا قلت لك ممكن تسرعت شويه وانا انسان كعسكري فهمتني، اما قصدي فهمتني معناها قصدي انا بالطبع ان الحمل السلاح انا ضد حمل السلاح وضد معناها العمل المسلح، اتبقينا ان انسان ثوري وانسان عسكري تكلمت وعبرت بالطريقه اللي ريتها انا معناها مثلف كذا، اما وقت رجعت حساباتي ورجعت معناها كذا فهمتني، اني معناها نعتذر للشعب التونسي على الشيء اللي صدر مني. وكان الشعب التونسي يقبل اعتذارك، وانا واحده من الناس يا عبد الرحمن تمنيت لو جبت معاك مسدس ولا سيبني لما تعليك انت مسدس طوع المباشر تمنيت تمسه بالحق.
والله يا اختي هودي بلا جاي يجيبه لي هودي صلي على النبي لا يهطوا لي للدار تو الرسول ويجيشني عنا تو تو ان جست نعدي نانونس راديو ما زلت على انا تونسي راديو ما زلت ضيف الشرف ضيف الشهر وضيف السنه هو سي عبد الرحمن السوقي وعيتو فما زاد اخته البرا ضيفتنا زاد اليوم نذكروها زاد ما زلتوا على انا تونسي ATR.N ما تنساوش تخليوا اسئلتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم على نوتخ باش فيسبوك فاصل موسيقي ثم نعود اقعدوا معنا حبيت نقول لكم هي مش اختي هذه يعني البر احمد بن سوقير تبدل شويه نوعا ما ثم مظاهر القلق وبعد فسرت لنا علاش ويظل اي بو اللي انا مازلت مانيش بو ما نجم نعذرك ونجم نفهم علاش حكيت على تشاور مع الأخ جلال بيك مع رياض العبادي وسيفرج ترابزي هما دونك قلنا بعد شكونهم هوياتهم مساج على وزادة فما قضية اللي أنت وكلت محاميك باش يوصل ليست نتاع القناصة فما كيبروكو كان تفهم شحال نقصد كيبروكو خاطر في تونس الكل ولات ظهرت القناصة موجود برشا ماتوا 300 شهيد ماتوا اللي سي ولد سي سورياتي سمير سورياتي قال اللي ماتوا اكثر من بعد 14 جانفي قبل انت تنجم تاكد ولا تنفي هالخبر تاع الناس نسلوك على الليبوتيز اللي خرجها سي سمير سورياتي حاجه اخرى قلت لي انت باش تبعث لليست نتاع القناصه واللي جندوهم السيد حاكم تحقيق الشريف باش ينظر في الموضوع يحكي عليه وسؤالي اخر مع الاخ جلال بريك حسيت اللي هو نعرفوش جلال بن بريك ايش يعمل وايش يحكي وبين طريقه يتلفظ وبين نوع من الهمجيه يتلفظ من عمرك انت كل صراحه عمرك ما خلطت لها ونعرف طبعك وبخلاقك عمرك ما تعرضت لها اما حسيت اللي فما شويه دبلوماسيه في الرد على جلال بريك قلت له سي جلال لو انا عمري ما نكون تحت امر حتى حد وسمحنا يا سي جلال وان شاء الله تاخذها avec un esprit sportif. اسمه في بعض الفيديوهات ولا وين يهديت له شريط مزيان برشا اللي هو تبرت اليوم فهمتني وان شاء الله يقعد يتفكرها طول عمره. انا وقت حكيت على جلال بريك ما كنتش نعرفه اصلا نحسبه انسان معناه راجل سياسه انسان معناه كذا مثقف ما كنتش نتصوره بالانحطاط الاخلاقي للدرجه هذيكية. وقت تكلم عليا في الفيديو بعث له هو رسالة ورسالة كما قال عنده هو حاطها في الهارد ديسك وفي الكل ومعناها مخباها تقولش عليه معناها سي اي اي فهمت واحد وكذا ويقدر ينشر. قلت له حتى إذا غلطت ولا كذا تمنيت لأني ما كنتش نعرفه ثقافته ما كنتش نعرفه مستواه الأصلي فهمتني إيش قال كذا فهمتني. هبط فيديو قرأه عبد الرحمن سقير معناها ولا تابعني ولا تابعني توا ومش يولي ياخذ تعليمات مني فهمتني. وقت جيت نسال على جلال بريك نلقاه انسان منحط انسان يخفي 400 يورو رمي معناها واحد وكذا انسان معناها عايش على الزطله انسان معناها ضد الناس الكل كيله واخر شيء دار على السبسي ضد ايطاليا ضد تركيا ضد امريكا ضد حكومه الظل ضد بن علي ضد النهضه ضد روحه ضد مرته ضد الناس الكل كيله فهمتني. اما انا ما يحصلليش الشرف انا نحكي على انسان بالمستوى هذا كايا يعني انت جاوبته بالتي هي احسن بالتي هي احسن وكاو فهمتني كي لحلي من بعد كنت مجبور باش نرد عليه بطريقه اخرى. باهي سيدي نتعداو جوست قبل ما نعطي الكلمه لزميلتي فيما يخص يظلي حتى انت في نفس الميسيون اللي تعديت فيها في قناة خاصة تعدى ولد سي سورياتي اللي اول ما برز هكا بوجه مغطي كاموفلي باش ما يعقلوش الناس بسبب التهديدات وبعد جاب فيرسيون اللي برشا ناس امنوا بها على قضية 14 جانفي. انت يظلي سمعت القضية وسمعت اللفات اللي فما انديكاتور اللي هو ممكن نجم يكون صحيح نجم يكون غلط اللي من 300 واش شهيد اللي توفاو وعطاو دمهم لتراب تونس قال ماتوا 60 ابري هكاك قبل 14 جانفي وماتوا اكثر من بعد 14 جانفي. انا بالنسبه باش نقص على كلامك بالعسل انا بالنسبه للموضوع هذايا سمير السرياتي بالطبع بوه مرض ومن واجبه باش يدافع على بوه. اما تحب تعرف علي السرياتي امشي احكي للزملاء احكي للزملاء اللي من سلك الامن الوطني اللي تقهروا والزملاء اللي عزلهم علي السرياتي. علي السرياتي تاريخه اشد ملفه في تونس اشد سوادا من الليل.
علي الصرياط يعمل عمل في عهد بن علي وعمل حتى قبل عهد بن علي. وقت نقول لك أنا علي الصرياطي، وقت نقول له أنا 7000 هكتار اللي تكسبها في زغوان، من أين لك هذا؟ ما تقوليش شريف وربعة الجانبي بن علي وليلة طرابلسي، صحيح سرقه وصحيح عمله وصحيح نهبه وتكلمت عليهم وفضحتهم، أتبقينا علي بن علي وليلة طرابلسي ما عملوش وحدهم. إذا مش تحاسب حسب الناس اللي عولتهم، لأنه بن علي وليلة طرابلسي ما خرجتش فك في أراضي الناس وفي رزق الناس، علي السرياطي فك أراضي الناس وعرق الناس وامشي لزغوان وأسل على الأراضي، الأرض اللي أخذها الأكثر من 7000 هكتار و13 ألف هكتار اللي أخذهم، والأكثر من 13 هكتار اللي أخذهم محمد قديش الدكتور الخاص بن علي. كل إنسان عند عبد الرحمن سقير ابناء في شبر حرام وفك أرض زواولية بأساليب غير شرعية عندي أنا فاسد، بدون لا تقولي لا ابنه قال ولا زيد قال ولا عمر قال. سي عبد الرحمن، نحب على موضوع 14 جانفي، الناس الكل أعطت لفيرسيون بتاعها على النهار هذاك، علاش سي عبد الرحمن عنده معلومات على برشا حاجات ما عطاش معلومات على 14 جانفي؟ هل ترى هو ما عندوش معلومات وإلا فما شكون قال له ما تحكيش على 14 جانفي؟ ولا ترفع على هذا التعقيب على كلامها ديما في تدخلاتك ترافر اليوتيوب والفيسبوك فيسبوك ديما تقول عندي معلومات أما مانيش نقولها لكم تو، تقولها لكم من بعد، هل بعد وقتاش؟ سسبانس. لا إن شاء الله، قلت لك إن شاء الله عن قريب، أنا قلت لك ما سمعني حد، إن شاء الله عن قريب مش توضع. يعني عندك معلومات على 14 جانفي؟ على كل شيء، فما حتى أكثر من 14 جانفي، والأيام القليلة المقبلة إن شاء الله مش تكتشفوا حقائق ما لم يتم الكشف عنها يعني من قبل. يعني أكيد لازم تكشف حقائق خطرة ذي التاريخ، والتاريخ لازم يوثق يكون صحيح، يعني ما لازمش كما شفنا الفيلم بتاع العربية كيفاش عمل 14 جانفي، يعني الحقائق هذيك صغلتها ولا شنو حكايتها؟ مش نفس الحقائق اللي عندنا. لا مش نفس الحقائق الاكسكلوزيفيتي عندنا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. اما المره الجايه انا وحدي معاه مش انت عربي ماش خايفه تو. سي عبد الرحمن، كيف نجم تحكي لنا على الحلم تاع بن علي اللي حلمتها؟ طرفه هي ذي. والله هو شيء اسفني نحكي عليها حتى ولات تدول فيها العباد في الشارع ونصب شويه فهمتني وحلت انا فهمت اسمع راني فدلك معكم اختي. المنصب الوحيد متاعي انا ان شاء الله بحول الله في الايام القريبه المقبله مش راسل وزير الشؤون الاجتماعيه باش نحاول نتحصل على رخصه، معناها في فتح بعث معناها دار معناها خيريه ان شاء الله بحول الله، اخترت لها دار الزوالي وبالتعاون اكسكلوزيفيتي عن على ان شاء الله بحول الله، انتم اول قناه معناها نعلمها بالخبر هذايا، هي ان شاء الله بحول الله معناها مش فما برشا زملاء البرة وخيان وكذا سواء في تونس ولا في البلدان الاوروبيه والعالميه ابدوا استعدادهم على باش يشاركوا في الحمله هذه وفي الدار هذه بحول الله. اما المنصب اللي ربحته انا في حياتي اني واني ندور تو في تراب الجمهوريه التونسيه، وقت واحد يراني يقول لي الله يرحم والديك، والمنصب هذا كاين نتشرف به. عبد الرحمن سقير عمره ما كنت سياسي وعمري ماني راجل سياسة وعمري ما نفهم في السياسة، اتكلمت على الزوالي ومش نقعد ندافع على الزوالي بحول الله، وكي تقول لي الله يرحم من جابك ومن رباك هكاي المصب اللي ربحته دنيا واخرة. يا الصحة سعد الرحمن، فما سؤال هاي يزي مسؤولات هاي قول اتفضل. مش مروحة اليوم هوني الا ما نسأل سؤالات. اتفضل اختي. انتي تحكي ديما بالايات متاعك وتحكي بالايات القرآنية، مش متاعك الايات القرآنية، وتحكي بسيدنا محمد وتحكي بالخير وتحكي ببرشة حاجات، يعني شفناك ديما تطعن في الرئيس وفي زوجته أخلاقيا واتهمتهما بالتفسخ والتجرد من أبسط القيم الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية، اتهمتهما بالزنا والدعارة والقتل وشرب الكحول والمخدرات وفحش القول وبلاءة اللسان، يعني اغتصبت الناس في عرضها وفي أخلاقها. عرضك فيك ما استرتش. عليش ما استرتش؟ لا إله الله محمد رسول الله، إلا مش يستر أني إذا مش مستر مش نكون أكبر جريمة معنى ارتكبتها في حق نفسي وفي حق الله وفي حق مش نشارك فيك الشيء هذا كاين ومن واجبي
كإنسان شريف باش ندافع على الشيء هذايا، ولا أنا مش تحاسب، مش تحاسب عليه قدام ربي سبحانه وتعالى. سي عبد الرحمن معنا اليوم ضيفة أخرى، باش نخليوك أنت سي عبد الرحمن تقدم لنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرف لي اليوم أن تكون حاضرة معايا أختي، وشرف لي أن نقول أختي وأعتز بها. هي الأخت مليكة بن سعيد، هي أخت فاضلة متدينة، تعرف ربي إيش قال. وقت نقول متدينة يعني بدون اعتبار له، كما نقول له متطرفة دينيا ولا واحد كذا. فهمتني؟ وقفت معايا، وقفت مع مريتي، وقفت مع صغيراتي، ومن واجبي أنا كراجل أن يقول فيها كلمة حق. ولو كان مني أنا ندعاها، نحب أن نستدعاها في برنامج ما أكبر من هذايا، ونكرمها بحول الله. وشرف لي اليوم أن تكون معناها واقفة بجنبي ومسندتني، وسندتني معناها بأي شيء، معناها دعم مادي، دعم معنوي. وهذا شرف لي أن تكون معنا حاضرة معي اليوم. مرحبا بك مدى. عايشكم بك أكثر. باش نسألك، هوني شنية الحاجة اللي خليتك تأمن بسي عبد الرحمن؟ إنسان نجم يتكلم في وقت واحد ما نجمش يتكلم. تكوخ. تكوخ. وكيفاش تعرفت عليه من الأول؟ كيف على الموقع التواصل الاجتماعي، كل عبد الكل كما لزامي بتاعه كله. وخذيت على عاتقك وقلت بي، وآمنت بي، وآمنت بقضيتي، وآمنت بصغيرتي، ووقفت معايا في وقت الشدة. يعطيك الصحة يا مدام. آخر سؤال على قضيتك كان تسمح. أي، وعلى قضيتك من وصلت القضية؟ بالنسبة لقضيتي كما قلت لكم، أنا فهمتني، أنا وقت قررت مش نهبط، أني أمنت، أنا ولات عنا حكومة شرعية، ولا عنا قضاء مستقل. الحمد لله أنصفني القضاء، والحمد لله أن يوقف قدام سيد حاكم تحقيق، إنسان نظيف شريف عفيف، إنسان وطني، إنسان حقاني، عرف الظروف اللي حكيت فيها، عرف كما سمعتوني نتوما، فمتقدر موقفي، والحمد لله أن ينصفني القضاء بحول الله. و يعني فماشي يندات قريبة للجلسات قلت لك معناه الموضوع هذا ما نجمش معناه نحكي فيه، معنى الحفاظ على سرية التحقيق. أما الحمد لله أني حر، وعبد الرحمن سقير مش يكون حر، وكما حبيتوني، وأنا عبد الرحمن سقير كلمة الختام، أنا راني من أجل سواولية تكلمت، ومن أجلكم بحول الله لن أصمت. يعطيك الصحة سي عبد الرحمن. كلمة الختام خليها لزميلتي مارينا. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر سي عبد الرحمن أنه نشكر سي عبد الرحمن انه قبل الدعوة، ونخلي له كلمة الختام اللي هو شنو يحب يقول للمستمعين. بالنسبة للسادة المستمعين، نشكرهم الناس كل كيل اللي وقفوا معايا، معناها وآمنوا بقضيتي، فهمتني. نعتذر مرة ثانية حتى معناها للناس اللي معناها سبيتهم ولا في حقهم، لأنه إذا سبيتكم الغلط في حقهم راهو كان عن حب أكثر منه ما كان معناها لو نقمة فيكم واحد وكذا. حبيت نتوجه بالشكر لخويا محمود سقير اللي وقف معايا وقت الحاجة. نتوجه بالشكر للأخ الأشرف الورغمي، زاد إنسان معناها شريف ومناضل وقف معايا. نتوجه بالشكر لأختي فاطمة سقير اليوم الجلسة معناها هبطت خصيصا معناها من الخارج باش تحضر الجلسة ورجعت. هذا شرف لي أن يكون ما بيناتكم، وفي كلمة الختام معناها نشكر الناس كل أكيد، نشكر السيد حكم التحقيق، نشكر الأخ الأستاذ عبد اللطيف التوتوحي، الأخت رجاء بالحاج منصور، الأخ نبيل بالحاج عمر، وكل السادة المحامين اللي وقفوا معايا وأمنوا بقضيتي. وهذا شرف لي، وإن شاء الله بحول الله نكون في مستوى وأمال الزوالية اللي أمنوا بي بحول الله في المستقبل القريب إن شاء الله. وإنا نشكر وجيه على الخدمة اللي عملناها اليوم مع بعضنا، وكنت يعني ستي تبكيزي أول مرة نعمل انتجو مع بعضنا. وفي الأخير معنا حبيت نفس الوقت شخص تعطيني الشيك وكاو سي قادين ننحروا فيه جوست عن إشكالية على المونتون إن شاء الله قادم الصفر إن شاء الله فما كلا صفر.